بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو عيسى الترمذي في جامعه في كتاب الجنائز: باب ما جاء في المشي أمام الجنازة. ما جاء في المشي أمام الجنازة جوازاً أو عدم جواز. قال: حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد البغلاني وأحمد بن منيع وهو صاحب المسند الثقة، الإمام إسحاق بن منصور وهو الكوسج، ومحمود بن غيلان، أربعتهم قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه، إسناد من أصح الأسانيد، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. فدل هذا أنه إن شاء الله يجوز أن يمشي الإنسان أمام الجنازة، وليس فيه نهي. كما أنه لماذا؟ لأنه جاء فيه تشييع الجنازة ومن تبع الجنازة بهذا اللفظ، فاتبع هل يكون وراء أم يكون يجوز أن يكون معه؟ فالذي يظهر أنه سواء كان يمينه أو شماله خلفه أو أمامه كله جائز، الظاهر أنه يمشي معه. نعم. ثم قال: حدثنا الحسن ابن علي الخلال أنه قال: حدثنا عمرو بن عاصم، وهو عمرو بن عاصم هو نعم عمرو بن عاصم ثقة، نعم عمرو بن عاصم الهلالي ولا أنا حمام ابن دينار المنصور ومنصور وبكر الكوفي، الظاهر بكر ابن مضر وزياد وسفيان، كلهم يذكر أنه سمعه من الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. قال: حدثنا عبد بن ثم قال: حدثنا عبد بن حميد أنه قال: حدثنا عبد الرزاق أنه قال: أخبرنا معمر وهو ابن راشد عن الزهري قال: كان النبي، هنا انظروا يعني مرسلنا الآن، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. قال الزهري: وأخبرني سالم أن أباه كان يمشي أمام الجنازة. هذه الأحاديث كلها بكل صراحة تدل على أنه يجوز للإنسان المشيع للجنازة أن يمشي أمام الجنازة. قال: وفي الباب عن أنس. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر هكذا رواه ابن جريج وزياد بن سعد وغير واحد عن الزهري عن سالم عن أبيه نحو حديث ابن عيينة، وروى معمر ويونس بن يزيد ومالك وغير واحد من الحفاظ عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي أمام الجنازة. قال الزهري: وأخبرني سالم أن أباه كان يمشي أمام الجنازة. وأهل الحديث كلهم يرون أن الحديث المرسل في ذلك أصح وصحيح، إذا كان يقولون أنه ليس بصحيح. والحديث الأول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، عن ابن عمر يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. إن كان يقال هذا خطأ فليس بخطأ، غاية ما فيه من طريق الزهري، يعني جاءت رواية من طريقين، قال بعضهم أن هذا أقوى وأصح، إلا أنه لا يقال إن حديث الزهري الموصول يكون خطأ، هو صحيح ورواته من أوثق الرواة ومن أصح الأسانيد في الحقيقة. نعم. وكذلك جاء أن معمر يعني أن منصور وغيرهم
الزهري عن سالم مرة ثانية: فليس فالرواة الموصول هم أكثر من 10 أو 9، فلا يقال إن رواياتهم خطأ غاية ما فيه. يقول الترمذي وأهل الحديث كلهم يرون أن الحديث المرسل يعني قول الزهري، كان النبي صلى الله عليه وسلم بدون ما يقول سمعت سالما عن أبيه إلى آخره، هذا أصح. نقول إذا رأينا الرواة، فمن حيث الرواة، الرواة أوثق، رواية الموصول رواته أوثق، قتيبة بن سعيد وأحمد بن منيع وإسحاق بن منصور ومحمود بن غيلان كلهم ثقات أثبات من رواة البخاري ومسلم. حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه، ثم من طريق آخر أيضا عبد بن حميد، ثم من طريق آخر قتيبة وأحمد بن منيع، حسن بن علي الخلال، عمرو بن عاصم، عن همام، عن منصور وبكر وزياد وسفيان، كلهم يذكر أنه من سمعه من الزهري عن سالم. فالرواة في الحقيقة إذا رأينا الكثرة، إذا رأينا الثقة في الرواة، فهم أوثقوا أيضا مما جاء من رواية عبد الرزاق مرسلا، لأن عبد الرزاق رحمه الله قد أوصف ببعض الاختلاط، ما هو كذا، بعدما عمي، فيكون في الحقيقة ولو كان قبل ما عمي لكنه انفراده، أو ولو كان ما هو 1 2، فنقول الزهري ثبت لديه حديث مرفوع، ثم بعد ذلك هو أرسل، كما أن الصحابي يكون عنده ثابت الحديث، ففي بعض الأحيان يرويه كأنه فتوى منه ولا يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يضر كون الحديث في بعض طرقه مرسلا بأنه ليس بصحيح ضعيف، لأن رواة الموصول من أوثق الناس، وكذلك عدد كبير جدا. قال أبو عيسى: سمعت يحيى بن موسى يقول قال عبد الرزاق قال ابن المبارك حديث الزهري في هذا مرسل أصح من حديث ابن عيينة. قال ابن مبارك: وأرى ابن جريج أخذه من ابن عيينة. قال أبو عيسى: وروى همام بن يحيى هذا الحديث عن زياد وابن سعد ومنصور وبكر وسفيان، وعن الزهري عن سالم بن أبيه، إنما هو سفيان بن عيينة روى عنه حمام، واختلف أهل العلم في المشي أمام الجنازة، الذي يقال أن المرفوع صحيح والمرسل أيضا ورد صحيحا، وزيادة عليه أنه قال رأيت ابن عمر يمشي أمام الجنازة عن طريق سالم، فيكون الحكم فيه ثابت بأنه يجوز أن يمشى أمام الجنازة، ولذلك لا اقترف أهل العلم في المشي أمام الجنازة. فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن المشي أمامها أفضل، وهو قول الشافعي وأحمد. المشي أمامها أفضل أم يقال إنه جائز؟ لأنه قد يحتاج أن يعين الحاملين، فإذا كان أمام فيكون أسهل له، وإذا كان خلفه، لذلك قالوا أنه إذا كان يمشي أمام، هناك ناس حملوا منذ 5 دقائق ربما تعبوا فيساعده، فيكون إذا كان أمام يكون أسهل له أن يستلم منهم مكان السرير أو الجنازة. لعل لأجل هذا المعنى قالوا المشي أمام الجنازة أفضل، هكذا قالوا، هو قول الشافعي وأحمد، لكنه يجوز كله إن شاء الله، يمين وشمال وخلف وأمام. نعم، وهو قول مالك أيضا المشي أمام الجنازة أفضل، وهو مذهب الجمهور على ما سر به الحافظ في الفتح، واستدلوا بحديث ابن عمر هذا بعدما صحه، رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة، فقالوا هو الأفضل لما اختار النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من الخلفاء الراشدين. نعم، واستدلوا بما سر عبد الرزاق من عمر بن الخطاب أنه كان يضرب الناس. يقول هنا: واستدلوا بحديث ابن عمر المذكور في الباب، واستدلوا أيضا بما أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يضرب الناس، يقدمهم أمام الجنازة، أمام جنازة زينب بنت جهش رضي الله عنها. وبما أخرج ابن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن ابن أبي ذيب ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذيب المصري الفقيه عن صالح مولى التوأمة قال: رأيت أبا هريرة رضي الله عنه
وأبا قتادة وابن عمر وأبا أسيد يمشون أمام الجنازة، لكن لا يقال أنه يتعين والله أعلم. تأتي الرواية أنهم كانوا يمشون خلف الجنازة أيضا، فإذا يجوز هذا وذاك إن شاء الله، وليس ضيق على أي ممن شاء أن يتقدم أو يتأخر. ثم قال: حدثنا أبو موسى محمد الموسى محمد المثنى وهو العنزي الثقة، قال: حدثنا محمد بن بكر وهو محمد بن بكر البرساني ثقة، قال: حدثنا يونس بن يزيد وهو الأيلي ثقة، عن ابن شهاب عن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يمشون أمام الجنازة مثل الحديث السابق. قال أبو عيسى: سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هذا حديث خطأ، أخطأ فيه محمد بن بكر، وإنما يروى هذا الحديث عن يونس عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يونس عن الزهري بدون ذكر أنس، فمحمد بن بكر من أخطائه هذا. كيف يكتشفون خطأه؟ في الحقيقة إذا جمعوا الطرق، وهنا الذي جاء فيه أن أبا بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة، فزاد في هذا الحديث بهذا الإسناد محمد بن بكر ما لم يروه الآخرون. الآخرون عبد الرزاق وغيرهم المعمر رووا، كذلك قد يكون ثاني وثالث فيحكمون للكثرة، وذهبوا أن محمد بن بكر لوحده عليه. هذه الرواية التي ذكرها عبد الرزاق عن معمر عن الزهري هي التي صححوها، وجعله عن أنس عن الزهري عن أنس هذا من خطأ محمد بن بكر، هكذا قال رحمه الله. قال الزهري: وأخبرني سالم أن أباه كان يمشي أمام الجنازة، قال محمد: هذا أصح، هذا أصح من طريق إرسال، كان هو الإرسال هو الصحيح في هذه الحالة. أما في لا يقال أن الإمام البخاري رحمه الله يرجح على الموصول أيضا، والله أعلم. لا، نقول الموصول صحيح في محله، والمرسل الذي قالوا إنه مرسل روى هو ثبت لديه المرسل، فروى مرة مرسلا من عند نفسه كأنه اختصر وقال كان أبو بكر وعمر، من أين له وهو لم يدرك أبو بكر وعمر؟ لابد أن يكون ثبت له من قبله، فعليه يكون مرسله يقوي مرفوعه إن شاء الله، ولا يعلل إن شاء الله. نعم، هذا هو قول غير واحد من العلماء في كثير من المسائل، ما دام الرواة وهم كثر ثقة جاءوا ورووا بهذه الطريقة موصولة، فالحقيقة تخطية هذا العدد الكبير يكون صعبا من حيث الوصول. نعم، نقول مراسيل الزهري، لكنه إذا كان مراسيل فقط ولا يكون له طريق موصول، وقد جاء طريق موصول من عدة طرق ليس من طريق واحد عن الزهري. نعم، وعدد الرجال نقول، ولذلك نقول عدد رجال الإسناد الذين وصلوا يكون هم الذين لهم الحكم، ويكون قولهم هو أو روايتهم هي الصحيحة أو هي الراجحة، والثاني كونه مرسلا أيضا صحيح، بمعنى أن الزهري في بعض الأحيان اختصر كفتوى أو سئل أحد أو سئل من أحد فقال أبو بكر وعمر، من أين له؟ ما أدرك لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر، فيكون بناء على هذا والله أعلم قال هذا. أما إذا كان مرسل فقط دائما ولم نجد له موصولا طريق، فنقول مرسل الزهري كالريح إن شاء الله. لا، أسقط هو أسقط أنس، قالوا الخطأ أنه زاد أنس، محمد بن بكر زاد أنس، وليس الزهري كأنه لم يروي عن أنس هذه الرواية مطلقا، هذا الذي يثبتون.
ثم بعد ذلك باب ما جاء في المشي خلف الجنازة. بعد المشي أمام الجنازة أنا الرواية جاءت قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وهب بن جرير أن شعبة أن يحيى أن يحيى وهي يحيى بن عبد الله الجابر الجابر لكنه هو لين الحديث إمام بني تيم الله أنا أبي ماجد أبو ماجد هذا لم يعرف أيضا مجهول عن عبد الله بن مسعود قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المشي خلف الجنازة سألنا نحن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المشي خلف الجنازة قال ما دون الخبب فإن كان خيرا أجلتموه يعني لا يكون بسرعة سريعة جدا ما دون الخبب هناك الرمل وهناك الخبب وهناك الجري فالخبب يكون بين السرعة وبين الرمل أو رملان نعم فقال ما دون الخبب فإن كان خيرا أجلتموه وإن كان شرا فلا يبعد إلا أهل النار الجنازة مطبوعة ولا تتبع وليس منا من تقدمها هذا الحديث لو كان صحا لما جاز أن يكون أحد خلف الجنازة لكن الحديث ضعيف ولذلك ليس عليه العمل إلا أنك ترى أن هناك لا تعدم هناك أقوال ما للعلماء وقد رأوا لفظ التشعيع أو تبع الجنازة وكذا الظاهر منها أو لعله الحديث لكنه لم يبلغهم الحديث الصحيح أو لم يميزوا بين الصحيح والضعيف والله أعلم قال أبو عيسى هذا حديث لا يعرف من حديث عبد الله بن مسعود إلا من هذا الوجه أي من طريق أبي ماجد عبد الله بن مسعود قال سمعت محمد بن إسماعيل يضعف حديث أبي ماجد هذا وقال محمد أي الإمام البخاري رحمه الله قال الحميدي قال ابن عيينة قيل ليحيى وهو من أبو ماجد أي ابن عيينة إذا قال ليحيى الظاهر يحيى بن سعيد الأنصاري والله أعلم أو يكون هو يحيى الجابر نفسه لكن يحيى الجابر الذي روى عن ماجد فهو الأقرب والله أعلم قيل ليحيى من أبو ماجد هذا قال طائر طار فحدثنا يعني لم يعرفه بنفسه فإذا الحديث حديث المجهول لا حجة فيه ولذلك لا يقال إنه لا يجوز المشي خلف الجنازة المسألة إذا لم تكن هناك أحاديث صحيحة مانعة فتبقى على أصل البراءة فجاز أن يمشى خلفه وقد عرفنا جاز أن يمشى أمامه كذلك يمينا وشمالا إن شاء الله وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا رأوا أن المشي خلفها أفضل وبه يقول سفيان الثوري وما نظن أن أحدا استدل بهذا الحديث من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يعني لو كان بلغهم والحديث لا يعني صحيح ما كانوا يعني يختلفون والله أعلم فيكون اللفظ عام كما قالوا واستدلوا به قالوا الحديث جاء من تبع جنازة من شيعها حتى دفن فالتشريع يكون المشي خلف ولذلك من لفظ التبع الجنازة استدلوا أن يكون الإنسان خلفه هذا هو والله أعلم لو صح هذا الحديث كان دليل على أنه لا يجوز أن يمشي خلفه لكن إذا لم يثبت ويبقى حكمه للبراءة الأصلية يجوز للإنسان يمشي كما يتيسر له وإسحاق قال أبو ماجد رجل مجهول لا يعرف إنما يروى عنه حديثان عن ابن مسعود ويحيى إمام انظروا الأئمة رحمة الله عليهم كانوا يعني يصبرون روايات الراوي كم روى من الروايات إذا كان روايات موفق فيها فيقولون توب عليه وإذا لم يتاب قالوا تفرد به يعني لم يأتي أحد يما يروي مثل ما روى هو فبكل ثقة يقول إسحاق بن راهوية إنما يروى عنه حديثان عن ابن مسعود ويحيى إمام بني تيم الله ثقة يكنى أبا الحارث لكنه ثقة هذا قول إسحاق إلا أن هناك ابن معين وغيرهم ضعفوه ولذلك قال يحيى بن عبد الله الجابر لين الحديث يقال يحيى المجبر أو جابر
أيضا وهو كوفي روى له شعبة وسفيان الثوري وأبو العوس وسفيان بن عيينة. فإذا المجهول هو الذي إذا كان وهذا الضعيف ما دام مدار الحديث عليهما فالحديث ضعيف لا حكم له. نعم. باب ما جاء في كراهية الركوب خلف الجنازة. قال حدثنا علي بن حجر وهو الكندي قال حدثنا عيسى ابن نعم عيسى ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن أبي بكر بن أبي مريم هو أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني الشامي ضعيف يقولون إنه كان سرق بيته فاختلط ولم يتميز سرق بيته فاختلط أي ضعف حفظه ولم يتميز أحاديثه الصحيحة أي الذي روى قبل الاختلاط بعد الاختلاط فإذا حديثه يكون ضعيفا. عن راشد ابن سعد هو راشد ابن سعد المقري الحمصي ثقة كثير الإرسال عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأى ناسا ركبانا فقال ألا تستحيون إن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب. هذا الحديث أيضا لم يثبت لو ثبت لكان دليلا واضحا أنه لا يجوز الركوب مع الجنازة لكنه جاء عن الصحابة أو بعض الصحابة أنه كان يركب والصحيح في هذا يترك الأمر ما دام لم يثبت في حديث صحيح يكون الإنسان إذا كان بحاجة جاز له أن يركب أمامه أو وراءه ليس يحرم ما لم يحرمه الشرع. نعم. قالوا في الباب عن المغيرة أخرجه أبو داود وتقدم لفظه وأخرجه أحمد النسائي الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء. هذا الحديث يعني الراكب خلف الجنازة الصحيح فيدل والله أعلم على صحة الركوب خلف الإمام خلف الجنازة لأن رواية ابن ماجة صحه الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء غاية ما فيه يقال إنه يجوز أن يكون ينبغي أن يكون وراء الجنازة الراكب لا يتقدم ولا يكون يمينا وشمالا. وجابر بن سمرة أيضا أخرجه مسلم والترمذي الذي نذكر أن رواية الترمذي أيضا أن بعض الصحابة رواية مسلم عن بعض الصحابة أنهم كانوا يركبون وراء الجنازة. والترمذي هل يأتي الحديث والحديث التالي انظروا. نعم. وحديث مرفوع أيضا جاء عن ابن عمر أنه كان يركب والترمذي يأتي روايته. حديث ثوبان قد روي عنه موقوفا ولم يتكلم الترمذي على حديث ثوبان يعني هذا الحديث روي عن أولا ضعيف لكنه روي عن ثوبان أنه قال لا تستحيون وليس أنه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نفسه قال ألا تستحيون إن الملائكة الله على أقدامهم لكن إذا صح عنه فيقال إنه ليس فيه مجال للاجتهاد كيف يقول إن ملائكة الله على أقدامهم فيكون لكنه والله أعلم ينظر ما هل إسناده صحيح. حديث ثوبان قد روي عنه موقوفا يقول الشارع لم يتكلم الترمذي على حديث ثوبان المرفوع المذكور بحسن الأداب وفي إسناد أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف. فإذا إذا كان الضعيف مرفوعا فلا حجة فيه في أنه لا يجوز أن يمشي على الركوب وإذا كان حديث صحيح يخالفه فيكون هذا الحديث منكرا. انظروا الحديث الآتي باب ما جاء في الرخصة في ذلك أي الركوب مع الجنازة. قال حدثنا محمود بن غيلان من الثقات قال حدثنا أبو داود وهو الطيالسي قال حدثنا شعبة عن سماك مولى سماك بن حرب أنا قال سمعت جابر بن سمرة ليس هناك أي شيء يعني فيه علة الضعف الرواة كلهم ثقات وفيه تحديث وسماع
جاء سمعت جابر بن سمرة يقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة أبي الدحداح وهو على فرس له، أي النبي صلى الله عليه وسلم على فرس له يسعى، ونحن حوله وهو يتوقص به. يتوقص به الظاهر كأنه يعني معناه أنه يتوثب، يعني ليس الجري السريع، إنما كان يمشي معه كما يمشي الإنسان مع الجنازة خبا أو أدم إسراع، وليس يسعى بمعنى يجري. يقول: على فرس له يسعى ونحن حوله وهو، أي النبي صلى الله عليه وسلم، يتوقص به. فالسعي مفسر بالتوقص هو الأثوب، أثوب يعني ليس معناه أنه يجري جريا مثل الريح، إنما يتخبب كما يتخبب الإنسان ويمشي مشيا وسطا. فهذا الحديث الصحيح في الحقيقة يخالف ذاك الحديث الضعيف، فالضعيف من حيث المصطلح يسمى ماذا؟ منكر، وهذا يكون صحيحا أمامه. جاء أيضا من طريق آخر: حدثنا عبد الله بن الصباح الحاشمي أنه قال حدثنا أبو قتيبة، هو أبو قتيبة هو سلم ابن قتيبة الشعيري، قد مضى بنا كثير، ويروي عنه الإمام الترمذي بدون واسطة عن الجراح، نعم، وكيف ابن الجراح، جراح الرواسي، عن سماك عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم اتبع جنازة أبي الدحداح ماشيا ورجع على فرس. فكأنه هنا جاء خلاف الأول، هو أنه ذهب ماشيا ورجع على فرس، مخالفا لهذا الرواية. لكن فيه قد يرجح رواية السماك عن جابر السابق، لأن راويه عن سماك شعبة وهو أقوى من الجراح، جراح صدوق، فبذلك يكون إن شاء الله رواية رواية أبي داود عن شعبة أرجح من رواية أبي قتيبة وهو أيضا صدوق، وأبو داود الثقة أنه مخالف لهذا، فيكون أرجح أن النبي صلى الله عليه وسلم اتبع جنازة أبي الدحداح ماشيا ورجع على فرس. وفي الأول قال: كنا مع جنازة في جنازة أبي الدحداح وهو على فرس له يسعى ونحن حوله وهو يتوقص به. فيه دليل على جواز الركوب عند الانصراف، وقال العلماء: لا يكره الركوب في الرجوع من الجنازة اتفاقا لانقضاء العبادة، حتى مع الذهاب أيضا. يعني قال النووي: فيه إباحة الركوب في الرجوع عن الجنازة، وإنما يكره الركوب في الذهاب معها. فماذا يفعل النووي رحمه الله؟ الحديث السابق أنه كنا في جنازة أبي الدحداح وهو على فرس له يسعى، هل تفسيره بأنه ما كان على الفرس إلا راجعا؟ ليس هذا ظاهره. باب ما جاء في الرخصة في ذلك، حتى الترمذي رحمه الله كأنه يفهم أنه ركب ذاهبا وراجعا كليهما على الفرس. أما هنا في رواية الجراح عن سماك ذهب ماشيا ورجع على فرس، هذه هي المخالفة والله أعلم. ورواية الشعبة يكون عن سماك يكون أقوى وأرجح. نعم. باب ما جاء في الإسراء بالجنازة، قال حدثنا أحمد بن منيع أنه قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري: سمع سيدنا المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة. أسرعوا بالجنازة في حملها أم أسرعوا بالجنازة في توديعه إلى قبره؟ كلاهما الظاهر، لكن جاءت رواية وهي أيضا فيما يظهر ضعيفة أو فيه بعض الضعف، ضعف العلماء: يا علي، ثلاث لا تؤخرهن: الجنازة إذا حضرت، والصلاة إذا حضرت، والأيم إذا خطبت بهذا المعنى. تأتي الرواية. فالحاصل هنا أسرعوا بالجنازة والله أعلم يكون في حث على الدفن المبكر، لا ينتظر طويلا. كذلك في المشي أيضا يكون الإسراء، ولا يكون بمشي متكاسل، لكن الإسراء ليس إلى حد، قد يكون أنا
ببعض الأحيان يعني رافقنا الجنازة سبحان الله، أكثر الناس لا يدركون، الشباب حملوا وكأنهم يرون أنه لا بد أن يجروا جري، وقالوا نحن نجري ولا نشعر بشيء، هذا مما يمدح به الجنازة وكذا الله المستعان، فكانوا يمدحون يقولون ما شعرنا شيء ونحن نجري. أما الناس أكثر الناس يشتكون ويقولون ما أدركنا ونريد نمسك ونريد نمشي وكذا. فبالحقيقة هذا الإسراء قد يكون هو ليس مطلوبا، إنما يكون دون الخبب ودون الإسراء، لا يسرعون لكنه ليس مشيا متباطئا. نعم. فإن يكن خيرا تقدموها إليه، لأنه ما عند الله له خير في القبر وما يأتي له من الروح والريحان من الجنة. وإن يكن شرا تضعوه عن رقابكم، عن رقابكم إن كنتم حملتموه إلى القبر فأسرعوا، أو حتى كونه في البيت هو في رقابكم تضعونه. فقيل المعنيين والله أعلم حاصل أنه لا ينتظر للجنازة ولا يؤخر، وأقرب فرصة يدفن. كذلك إذا حملوه أيضا يمشون مشيا، لا يكون مشيا متمهلا، إنما يكون سريعا وليس سرعة زائدة، بحيث قد يكون الناس يتعبون من يمشون وراءه. نعم. وفي الباب عن أبي بكر أخرجه أبو داود من طريق غيينة ابن عبد الرحمن عن أبيه أنه كان في جنازة عثمان بن أبي العاص، وكنا نمشي مشيا خفيفا فلاحقنا أبو بكر فرفع صوته فقال لقد رأيتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نرمل رملا، يعني نسرع إسراء مع تقارب الخطى، وليس معناه أنهم يسرعون ما ساعة الخطى، إنما ما تقارب الخطى في الرمل، فبينها يتحرك الجسم كأنهم يسرعون وليس في إسراء كثير. وسكت عنه أبو داود المنذري، وقال النووي في الخلاصة سنده صحيح، قال العين نرمل رملا من رملان ورملانا إذا أسرى في المشي وهز منكبيه، ومراده الإسراء المتوسط هكذا. ويدل عليه ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه من حديث عبد الله بن عمرو أن أباه أوصاه قال إذا حملتني على السرير فامش مشيا بين المشيين، وكن خلف الجنازة فإن مقدمتها للملائكة وخلفها لبني آدم. هذا كلامه رحمه الله، وأخرجه ابن سعد في طبقات ما درينا إيش درجته، ولعله يكون صحيحا والله أعلم، وهذا وصيته. نعم. باب ما جاء في قتل أحد وذكر حمزة رضي الله عنه. قال حدثنا قتيبة وابن سعيد أنه قال حدثنا أبو صفوان أن أسامة بن زيد، أبو صفوان، صفوان بن عمرو، أبو صفوان السكسكي ثقة، عبد الله بن سعيد، أبو صفوان هو عبد الله بن عبد الله، وهو ثقة على كل حال. نعم. أن أسامة بن زيد، نعم، أن أسامة بن زيد، وأسامة بن زيد بن عسلم العدوي ضعيف في الحفظ، عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزة يوم أحد فوقف عليه فرآه قد مثل به، قطع أنفه وأذنه وقطعت مذاكيره أيضا كما جاء في رواية ابن إسحاق في السيرة، فقال لولا أن تجد صفية، لولا أن تجد صفيته، وهنا وجد يجد وجدا وليس جدة وجودا، وجد يجد جدة أي لولا أن تجد وتحزن صفيته. صفية من تكون من حمزة؟ أخته صفية، حمزة بن أخت حمزة، هو هذا نقول، فتقول عمه لا، لولا أن تجد صفية في نفسها لتركته حتى تأكله العافية، أي الطيور العامة التي تطير في الفضاء العافية، حتى يحشر يوم القيامة من بطونها، ثم دعا بنمرة فكفنه فيها
نمرة واحدة أي رداء واحد، فكانت إذا مدت على رأسه بدت رجلاه، وإذا مدت على رجليه بدا رأسه. قال فكثر القتلى وقلت الثياب. قال فكفن الرجل والرجلان والثلاثة في الثوب الواحد. تعرفون كيف؟ يعني طبعا لا يكون هناك تجريد، لا يكون تجريدا للشهداء، يكفنون في ثيابهم ودمائهم، لكنهم يعني أو يدفنون في ثيابهم لكنهم يغطون بثوب لكل واحد إذا كان على الأقل، إلا إذا لم يمكن فيكان هناك عدة قتلى كانوا في قبر واحد، لأن لكل واحد حفر يكون سابق كثرة القتلى، فكان يوضع. وجاء في حديث آخر أيضا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أيهم أكثر أخذا للقرآن فيقدمه في اللحد، فكان هكذا، ثم يعممون عليه ثوبا واحدا ثلاثة أربعة. نعم. يقول قال فكثرت قتلى، كثر القتلى وقلت الثياب. قال فكفن الرجل والرجلان والثلاثة في الثوب الواحد، ثم يدفنون في قبر واحد. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنهم أيهم أكثر قرآنا فيقدموا إلى القبلة. قال فدفنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليهم. هذا الحديث جاء من طرق أسامة بن زيد بن أسلم الأدبي ضعيف، لكنه له متابعات والشواهد، والحديث صحيح أو حسن. وهذا هذا الحديث يدل على أنه دفنهم ولم يصلي عليهم، وهو الصحيح أنه لم يصلي على الشهيد على الشهداء. لكن هل تجوز الصلاة؟ تجوز الصلاة إذا أرادوا أن يصلوا يصلوا، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على الشهداء بعد 8 سنوات كما جاء في حديث صحيح، ذهب كأنه المودع لهم، هكذا جاءت الرواية، في آخر حياته. وغزوة أحد كانت حصلت في السنة 3 ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم في بداية السنة 11، فيكون الحديث الذي جاء فيه صلى على قتلى أحد بعد 8 سنوات كالمودع لهم صلى الله عليه وسلم قبل موته. فإذا الظاهر دعا لهم، لا لا صلى ليس صلاة، الظاهر صلاة على القبر والله أعلم، وليس الدعاء فقط إنما هو الصلاة، والصلاة على القبر إن شاء الله هذا أيضا مشروع لمن لم يكن صلى صلي عليه أو لمن لم يصلي. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة قد صلوا عليها ودفنوها ولم يصلي، فصلى على قبره على قبرها. فإذا يكون الشهيد يدفن بدون الصلاة عليه، وجاز أن يصلى عليه وليس بواجب الصلاة عليه. قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث أنس إلا من هذا الوجه، النمرة الكساء الخليق. الكساء الخليق يعني الذي سار قريبا من البلا، يعني لم يكن هناك كساء جديد جيد، إنما كان خلقا قريبا من أن يكون باليا. قال حديث أنس حديث حسن غريب وأخرجه أبو داود سكت عنه. باب آخر، وقد خولف أسامة. نعم، وقد خولف أسامة ابن زيد في هذا الحديث. أسامة ابن زيد عن ابن شهاب عن أنس. خولف أسامة ابن زيد في رواية هذا الحديث، فروى الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب ابن مالك عن جابر بن عبد الله بن زيد. هناك ابن شهاب عن أنس بن مالك الزهري عن أنس بن مالك، وهنا في رواية الأخرى المخالفة ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله وليس عن أنس رضي الله عنه. وروى معمر عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة عن جابر، ولا نعلم أحدا ذكره عن الزهري عن أنس إلا أسامة بن زيد. وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال حديث الليثي عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر أصح. فإذا تكون الرواية إذا كان متنها هو فيكون على كل حال صحيحا، وغاية ما فيه يكون أسامة بن زيد أخطأ فيه في جهله عن أنس،
لكن العلماء قالوا أنه ما دام قد توبع ووفق على هذه الرواية من الآخرين ولو عن طريق جابر فيكون هذا خطأ لضعفه والثاني يكون متابعا له. الحاصل على كل حال الثاني أي ما دام صحيح والحديث بالجملة صحيح، خطأ أسامة بن زيد هل يقوى بالحديث الذي هو حديث الليث أو لا يقوى؟ هنا يكون الكلام. فحسنه غير واحد الشيخ الألباني وغيره حتى في كتاب الجنائز أيضا وصححه، والرواية جاءت عن غيره أيضا. الحديث على الإطلاق يعني مع المتابعة والشواهد صحيح، إنما يقال هل أسامة بن زيد يقوى مع الرواية السابقة أو لا يقوى؟ إذا كان خطأ فهو خطأ لا يتقوى والله أعلم، يكون الثاني هو الأهدى عليه والعمدى عليه في تصحيح الحديث. نعم. ها؟ لا هو يعني صدوق يهم كثيرا الظاهر ولذلك. نعم. الذي يذكره أنه ضعيف قال والله أعلم، راجعوا إن شاء الله، ما عندنا الأخ إبراهيم اليوم هو يخرج لنا. نعم. على كل حال إن شاء الله الحديث صحيح من هذا الطريق، وتهديك أسامة يتقوى به أو لا يتقوى، ولو لم يتقوى به فالحديث بذاته صحيح من طريق آخر. ثم قال حدثنا علي بن حجر أنه قال أخبرنا علي بن مسهر، علي بن مسهر القرشي الثقة، عن مسلم بن مسلم الآور، وهو مسلم بن كيسان الضبي الآور، هذا ضعيف الحفظ أيضا، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريض ويشهد الجنازة ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد، وكان يوم بني قريظة على حمار مختوم بحبل من ليف عليه كاف ليف. الحديث هذا في الحقيقة أنا يظهر لي أنهم وإن كان مداره على مسلم العاور، لكن الحديث صحيح من طرق أخرى. أسامة بن زيد في تقريب التهذيب يقول أسامة بن زيد بن عصر مديم مولاهم المدني ضعيف من قبل حفظي من السابعة، مات في خلافة المنصور. نعم. على كل حال فمسلم العاور هنا ضعيف، إلا أن الرواية بأجزائها صحيحة، كان يعود المريض صحيح، ويشهد الجنازة صحيح، ويركب الحمار كل هذا صحيح، ويجيب دعوة العبد القين، العبد القين الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم، فتذكرون القصة، وكان يوم ابن قريظة على حمار مختوم بحبل من ليف عليه إكافه ليف. هذا الذي لا نعرفه أنه صحيح، لكنه على كل حال عامة أجزاء هذا الحديث صحيح، وإن كان مسلم كيسان الضبي جمع هذه كلها ويكون ضعيف الحفظ، إلا أن معنى الحديث صحيح إن شاء الله. نعم. إكاف السرج، إكاف هي يسمونه إذا كان على الجمل يسمونه رحل، وإذا كان على الفرس يسمونه سرج، وإذا كان على الحمار فيكاف. الليثي ماذا قال فيه؟ لا هو أسامة بن زيد الأدبي على ظهر لي. على كل حال أيا كان، على كل حال فالضعف من قبله، الضعف من قبله. نعم. ما دام دار بين ضعيفين. نعم. ثم قال باب، قال حدثنا أبو كريب، أبو كريب هو محمد بن العلاء أبو كريب الحمداني، قال حدثنا أبو معاوية هو محمد بن خازم أبو معاوية الضرير، عن عبد الرحمن بن أبي بكر، هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبيد الله بن أبي مليكة التيمي ضعيف، عن ابن أبي مليكة، ليس عن أبي مليكة خطأ، عن ابن أبي مليكة الصواب، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة رضي الله عنها قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه، فقال أبو بكر
سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته، قال: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه يدفنوه في موضع فراشه. هذا الحديث له طرق في الحقيقة وهو صحيح بطرقه. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، يعني لم يروى إلا من طريق عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي. عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي يضعف من قبل حفظه، وقد روى هذا الحديث من غير هذا الوجه، فرواه ابن عباس عن أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، والرواية الصحيحة من طرق أخرى. وكان قالوا، ومن جملة ما يذكرون، إن أول اختلاف، سبحان الله، وقع في الصحابة موت النبي صلى الله عليه وسلم، موت النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر رضي الله عنه قال: من قال إن محمد قد مات ضربته عنقه، فجاء أبو بكر فقال: قرأ الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فكأنه يقول: لما سمعت هذه الآية لم تحملني رجلاي، كأني أسقطت. فانتهى الخلاف. ثم بعد ذلك الخلاف الثاني الذي يذكرونه هو هذا: أين يدفنون النبي صلى الله عليه وسلم؟ فجاء أن هذا الحديث أبو بكر رضي الله عنه قال، أو قرأ أبو بكر هذا الحديث، فانتهى الخلاف. فجاء في التفصيل أنهم رفعوا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جسده الشريف في جهة أخرى من الحجرة، وحفروا موضع موته صلى الله عليه وسلم. ثم الخلاف الثالث: هل يجردون النبي صلى الله عليه وسلم من ثيابه؟ فجاء في الرواية أنه نودوا من قبل الحجرة، هكذا، ما ندري صحة هذا، يعني جاء في السيرة: نودوا من قبل الحجرة أن اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. نعم. فدل هذا على أن كل خلاف بين المسلمين يقع يجب أن يكون ينظر ماذا فيه من كتاب الله وسنة رسول الله أو اجتهاد أئمتنا رحمة الله عليهم عند فقدان نص من الكتاب والسنة. نعم. باب آخر: قال حدثنا أبو كريب أنه قال حدثنا معاوية بن هشام، نعم، وهو أيضا ثقة، عن عمران ابن أنس المكي، عن عطاء وهو ابن أبي رباح، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم. هذا المعنى، يعني قالوا هذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف، عمران ابن أنس المكي أبو أنس ضعيف في الحفظ. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، قال: سمعت محمدا يقول: عمران بن أنس المكي منكر الحديث، وروى بعض من أتاين عن عائشة رضي الله عنها، وهو الصحيح في الحقيقة. الرواية أن عطاء عن ابن أبا عن عائشة رضي الله عنها: اذكروا محاسن موتاكم إلى هنا، وكفوا عن مساويهم، لا صح إن شاء الله من رواية عائشة رضي الله عنها بدون ذكر وكفوا عن مساويهم. وقال: وعمران بن أنس مصري أقدم وأثبت من عمران بن أنس المكي. نعم. فإذا يستحب أن يذكر عن الميت محاسنه، ولا ينبغي أن يغتاب المسلم حيا أو ميتا، إلا إذا كان هناك قالوا عنده كفر بواء أو بدعة واضحة عند الحاجة تخفيفا وتحذيرا وإبعادا للناس عن بدعته، فينبغي أن يذكر. كذلك قالوا: المطلوب أستروا عن محاسنه. جاء حديث: أستروا عن مساويه إذا رأيتم في حالة الغسل. في حالة الغسل قد يكون هناك بعض الناس يشيع أن، نعم، وهذا سمعنا الله المستعان وقلنا لا يصح ذكره هذا بالأمانة، قال: كانت تنبعث من رائحة كريهة، ما أنه ما مات إلا قريب ولم يمض عليه شيء كثير، فمثل هذه هو الذي ينبغي أن يكون هنا لا يذكر إلا محاسنه، ويستر مما يجدون منه من الأشياء التي يكره ذكره أيضا. مرفوع الظاهر، مرفوع إن شاء الله تجدونه مرفوع. نعم. لماذا لا تجمعون هذه الأحاديث يا أخي؟
ولماذا لا تبحثون فيه؟ الشيخ الألباني في الجناية في كتاب الجناية ذكر شيئا كثيرا تستفيدون منه إن شاء الله. باب ما جاء في الجلوس قبل أن توضع أي الجنازة. قال حدثنا وأنت ماشي مع الجنازة متى تجلس؟ قال حدثنا محمد البشار أنه قال حدثنا صفوان ابن عيسى. صفوان ابن عيسى أيضا من بني زهرة الزهري، وكان لقبه قسام. عن بشر بن رافع، عن عبد الله بن سليمان، هؤلاء كلهم سليمان بن جنادة ابن أبي أمية، عن أبيه عن جدي ضعاف مسلسل بالضعاف. هذه الرواية عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتبع الجنازة لم يقعد حتى توضع في اللحد، فأرض له حبر أي عالم من علماء اليهود، فقال هكذا نسنا يا محمد. قال فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال خالفوهم. فجاءت رواية أخرى تؤيده وتكون حسنة لغيرها. قال أبو عيسى هذا حديث غريب، وبشر بن رافع ليس بالقوي في الحديث إلا أن له شواهد. هنا ما أشار الترمذي قال أبو عيسى، قال أبو عيسى هذا حديث غريب وبشر بن رافع ليس بالقوي في الحديث إلا أنه جاءت روايات أخرى أنها أنهم كانوا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجلس إلا إذا أوضعت الجنازة ثم جلس صلى الله عليه وسلم، كذلك إذا كان إذا رأى الجنازة كان يقوم ثم ترك القيام. نعم. قدمنا والله ضعيف وضعيف الحفظ والله أعلم. إذا قالوا ضعيف فاستلاهم ضعيف الحفظ، أما إذا كان ضعيف متروك أو متهم شيء هذا يكون في عدالته، لكن هنا قد يكون صالحا من أصلح الناس لكن ضعفه أو حفظه يكون ضعيفا، فلا يقبل الحديث إلا إذا كان قوي الذاكرة. نعم. روى الحازمي بإسناد يقول هنا اللهم صل على محمد إذا رأيتم الجنازة، روى الشيخان، انظروا هذا الذي جاء هنا قال إذا رأيتم الجنازة، في رواية البخاري ومسلم إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع. ثم بعد ذلك ذكر الحازمي أن علي رضي الله عنه قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة أول ما قدمنا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلس حتى توضع الجنازة، ثم جلس بعده وجلسنا معه، فكان يؤخذ بالآخر فالآخر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث إذا صح ويكون وهو الذي يعني إن شاء الله صحيح أن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان قد جلس وكان يقوم أول الأمر. نعم. باب فضل المصيبة إذا احتسب. قال أي مصيبة سواء كان مصيبة عامة أو مصيبة موت أحد من أقاربه، فإذا احتسب أي طلب الصواب، احتساب طلب الحسبة والأجر من الله تبارك وتعالى صابرا. قال حدثنا سويد بن النصر، سويد بن النصر وهو ابن سويد، سويد بن النصر بن سويد المروزي، وكان راوية ابن المبارك رحمه الله، وكان يلقب بالشاه كأنه مروزي من فارس. قال حدثنا عبد الله بن المبارك وهو ثقة، سويد بن النصر ثقة. قال حدثنا عبد الله بن المبارك الإمام عن حماد بن سلمة عن أبي سنان قال دفنت ابني سنانا وأبو طلحة الخولاني جالس على شفير القبر، فلما أردت الخروج فقال ألا أبشرك يا أبا سنان؟ قلت بلى. قال حدثني الضحاك بن عبد الرحمن ابن أرزب وهو ثقة من التابعين عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم، فيقول قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم، فيقول ماذا قال عبدي؟ فيقولون حمدك واسترجع. استرجع يعني قال إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله تعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. هذا الحديث
حسن صحيح إن شاء الله أو حسن فقد نعم. باب ما جاء في التكفير، فهذا في المصيبة عامة الظاهر الذين إذا أصابتهم، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك لهم صلوات من أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فأما إذا كان أصيب في موت ابنه وجمع المقدسي كتاب برد الأكباد عند فقد الأولاد، عدة روايات في هذا المعنى، إذا كان أحد الأولاد ذكرا كان أنثى مات فيكون صبر واحتسب فيكون صوبا لدخوله الجنة كما جاء في رواية أخرى، فسماه برد الأكباد، كتاب مفيد وفي أحاديث صحيحة. نعم. باب ما جاء في التكبير على الجنازة، قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا معمر عن الزهري عن سيد بن مسيب أننا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكبر أربعا. والنجاشي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان صلاة الغائب، فصلى على النجاشي فكبر أربعا. وجاء في الروايات تأتي أنه صلى الله عليه وسلم صلى على النجاسي وكأننا نصلي على جنازة حاضرة، فصلى عليه وكبر أربعا. وهو المعروف أكثر صلوات النبي صلى الله عليه وسلم بأربع تكبيرات، التكبيرة الأولى بعد سورة الحمد أو سورة أم القرآن فاتحة، والتكبيرة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتكبيرة الثالثة طالت أم قصرت الدعاء على الميت، ثم التكبيرة الرابعة السلام. السلام سلام واحد أو سلامين. أنا تتبعت الروايات فوجدت كلها سلم تسليمة، أكثر الروايات جاءت سلم تسليمة، تسليما لا تسليمة، الفرق بين تسليما وتسليمة، تسليمة معنى مرة، تسليمتين مرتين، وتسليما إذا كان هذا يشتمل واحد اثنين أكثر، لكن جاءت روايات أكثرها تسليمة وهي صحيحة، فبذلك سلم تسليمة واحدة يكفي هذا، لكن إذا سلم على تسليمتين فقالوا جاز أيضا كما جاء عن بعض الصحابة. نعم. كلها دعاء أم لا بدون فاتحة؟ يأتي الكلام عليه. قالوا في الباب يعني ابن عباس وابن أبي أوفى وجابر ويزيد بن ثابت، يزيد بن ثابت أو زيد بن ثابت، إذا عندكم نسخة زيد يزيد بن ثابت وأنس. قال أبو عيسى انظروا هو هذا موجود هنا، يزيد بن ثابت هو أخو زيد بن ثابت وهو أكبر منه، شهد بدرا وزيد لم يشهد بدرا. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون التكبير للجنازة أربع تكبيرات، هو قول سفيان الثوري ومالك وابن أنس وابن المبارك والشافعي وأحمد ويا إسحاق. نعم. هكذا جاءت الروايات على كل حال أربع، لكن هل تجوز أكثر من أربع؟ جاءت روايات، نعم جاءت روايات، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى أهد فكبر ثماني تكبيرات. قالوا ماذا يفعل بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التكبيرة الثانية؟ يكبر ثم بعدها كلها تكبيرات والدعاء، تكرار الدعاء، تكبيرات وتكرار الدعاء. وقالوا يستحب إذا كان الرجل صالحا أن يزاد عليه التكبيرات والدعاء. نقول بالعكس قد يكون، من أين يستحب؟ الظاهر إذا كان يراد الدعاء فللذي يكون فيه بعض الذنوب معروفة وكذا هذا أحوج إلى الدعاء أكثر، فعلى كل حال الظاهر جائز سواء كان صالحا أو غير صالحا، إن شاء الله يجوز أن تزاد على التكبيرة الرابعة. نعم. يقول هنا حدثنا محمد المثنى وهو العنزي قال حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقات أثبات قال كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا وإنه كبر على جنازة خمسا ف
فسألناه عن ذلك فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. وهذه الرواية أخرجها مسلم وغيره معناه جاز أن يزاد على التكبيرة الخامسة إلى الثامنة. نعم. وبعضهم قال أنه إذا زاد الإمام على أربع يسلم ويخرج ولا يزيد، وهذا خطأ في الحقيقة، ذهب لأجل المذهب إمامي. ما دام الحديث صحيح كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها، ما حق ولا استقام أن يقول أنه لا يجوز أكثر من أربعة. نعم. كيف بقية التكبيرات كلها؟ دعاء وتكرار للدعاء. نعم. باب ما يقول في الصلاة. قال أبو عيسى حديث زيد بن أرقم حديث صحيح، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، رأوا التكبير على الجنازة خمسا. وقال أحمد وإسحاق إذا كبر الإمام على الجنازة خمسا فإنه يتبع الإمام، إنما جعل الإمام له تم به. وما دام قد ثبت في الحديث أيضا فلا مانع أن ينكر. باب ما يقال في الصلاة على الميت. حدثنا علي بن حجر أنه قال حدثنا هقل بن زياد، هقل بن زياد السكسكي كان كاتب الأوزاعي معروف ثقة، قال حدثنا الأوزاعي أن يحيى بن أبي كثير أن قال حدثني أبو إبراهيم الأشهلي عن أبيه. أبو إبراهيم الأشهلي هو يعني إبراهيم أبو إبراهيم ابن إبراهيم الأشهلي، قال عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة كان يقول صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. قال يحيى وحدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أيضا زيادة يحيى ابن أبي كثير يروي عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن هذه الزيادة أنا أبي هريرة قال مثل ذلك، وزاد اللهم من أحييته منا فعيه الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، والحديثان صحيح. نعم إن شاء الله. نعم. فيكون هذا لكل ميت سواء كان صغيرا أو كبيرا، صغيرنا وكبيرنا. وجاء في بعض الروايات لكنها لم تصح والله أعلم، اللهم اجعله فرطا وزخرا وشافعا مشفعا. فيكفي هذا أن يقرأ الإنسان غاية ما فيه في إشكال اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا. الصغير ليس عليه ذنب أو إثم حتى يقال اغفر، ويقولون أنه يكون لآبائه لأبيه وأمه هكذا فسروا، قالوا وغائب صغيرنا يعني يكون لأمه وأبيه هذا. لكن ما دام جاء إذا كبر هذه يفتح باب كبير الله المستعان. ما كان الله لي أليس تذكرون الحديث أنه يأتي يوم القيامة ويقول لم تعذرني ولم تعطيني فرصة حتى أكبر، فيغفر الله له أو يدخله الجنة. فالحاصل على كل حال بعضهم فسرنا أمامي هذا قالوا أنه صغير الله أعلم، لو كبر كان ربما كان يرتكب الذنوب فيدعى له، لكنه ما دام لم يكبر فالآن وأنت وهم كلهم يقول أنه ليس عليه أي ذنب فما معنى يغفر لنا؟ قالوا على كل حال يكون لآبائه وأجداده أيا كان، ما دام جاء بهذه الصورة فلا يحتاج أن نقيس فيه أو نقيم فيه رأي، نمرها كما جاءت إن شاء الله. اللهم من أحييته منا فأحيي الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. نعم. ثم قال حدثنا محمد في شيء قال أبو عيسى وفي الباب عن عبد الرحمن وعائشة وأبي قتادة وأوف بن مالك وجابر. قال أبو عيسى حديث والد أبي إبراهيم حديث حسن صحيح، وروى هشام الدستوائي وعلي بن المبارك هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم موصولا. وروى بعضهم إكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير، تذكرون أنه يضعف.
عكرمة ابن عمار الإجلي عن يحيى بن أبي كثير فيه ضعف، فروى هذا مرسلا، فثبوت المرسل فيه ضعف، وحديث عكرمة ابن عمار غير محفوظ، وعكرمة ربما يهم في حديث يحيى. وروي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا صحيح، لأن يحيى بن أبي كثير كثير الشيوخ، فلا يمنع أن يكون روى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه كذلك عن غيره. وسمعت محمدا يقول أصح الرواية في هذا يحيى بن كثير يحيى بن أبي كثير عن أبي إبراهيم الأشعري عن أبيه، وسألته عن اسم أبي إبراهيم فلم يعرفه، قيل إنه إبراهيم هكذا، وقيل إنه عبد الله. نعم. أنت في حديث باقي. نعم. باب ما جاء أي نعم حديث الباب. قال حدثنا محمد البشار أنه قال حدثنا عبد الرحمن المهدي أنه قال حدثنا معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن الجبير بن النفاء عن أبيه عن عوف بن مالك الصحابي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على ميت ففهمت من صلاته عليه كأنه كان بعيدا أو حفظ هذا الجزء فقط. اللهم اغفر له وارحمه واغسله بالبرد واغسله كما يغسل الثوب الأبيض. هذه صيغة، وصيغة أخرى أيضا اللهم اغفر له وارحمه وعافي واعف عنه أكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد كما يغسل الثوب الأبيض. هذا كله صحيح من أحاديث جنازة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في الروايات هذا موقوفا، وفيه راوي غير صحيح، فيه راوي مجهول. كان يستحب، كان إذا كان المصلي طفلا استحب أن يقول المصلي اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وأجرا، وفي رواية وذخرا، لكن الرواية ليست بصحيحة. هذه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونكتفي بهذا، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، صلى الله عليه وسلم. في شيء أسأل فيه؟ يسأل الأخ هل يجوز للنساء صلاة الجنازة أي يصلون عليه يصلون ثم يصلون الرجال؟ كيف معنى يصلون عليه ثم يصلون الرجال؟ أما الرجال يصلون، وهل يأمهم امرأة أم رجل؟ الذي نذكر أنه لم تأتي صلاة الجنازة للنساء إلا تابعة للرجال، إلا أنهم في تفاصيل قالوا إذا لم تكن هناك إلا نساء وبينهن محارم فيغسلن الرجل، وإذا لم يكن محارم فيرمون عليه الماء ويلفون عليه ثم يصلين عليه. هذا في اجتهاد الأئمة رحمة الله عليهم فيما إذا لم يكن هناك رجال، لكن إذا كانوا هناك رجال ونساء فالرجال يغسلون ويكفنون ويصلون والنساء وراءهن. وأما في بعض المذاهب التي يقال فيها أنه لا يجوز للنساء، أظن هذه من المتأخرين من مذهب الحنفي، وأما من المتقدمين ما يقولون أنه لا تجوز للمرأة أن تصلي على الجنازة، ما ندري من أين أخذوا، وهذا خطأ. كانت النساء يصلين في مسجد رسول الله على الجنازة، وعائشة رضي الله عنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن بيضاء إلا في المسجد، وقالت في جنازة عبد الرحمن بن عوف ائتوا بجنازته في المسجد حتى نصلي نحن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا الجنازة في المسجد، قالت ما أسرى نسيانكم، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على ابن بيضاء، فدل على أن النساء النبي صلى الله عليه وسلم صلينا على عبد الرحمن بن عوف. فالإنكار بأنه لا تجوز للنساء الصلاة على الجنازة هذا شيء ليس له وجه. رجل مات وكان لم يصم رمضان ولم يوجد سبب لعدم الصيام، يعني تكاسلا، إذا كان هو لم يصم فهل يصام عنه؟ الحديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه لا يصدق عليه إلا إذا كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، لكن لم يجد فرصة أن يصوم فيصام عنه. لكن الذي
ترك تكاسلا الظاهر ليس على أولياء الأمور أن يصوموا عنه ولا يجوز أن يطعم عنه، يجب عليه أن يقضي يتوب إلى الله تبارك وتعالى فقد أتى إثما عظيما، ثم يقضي شهر رمضان أو ما فاته تكاسلا. هل من أكل بصل أو صوم واستعمل الماجون والسواك هل يجوز له حضور المسجد؟ أي رائحة كريهة إذا كانت، حتى لعلكم تذكرون أن في الفتاوى يذكر أنه إذا كان أحد وهو صحيح عنده مرض قد يكون يتقذر منه، كانت امرأة جذماء، حديث صحيح رواية صحيحة، كانت امرأة جذماء كانت تطوف في بيت الله تعالى أو تطوف بيت الله تعالى، فرآها عمر رضي الله عنه فقال يا أمة الله لو جلست في بيتك ولا تؤذي الناس، فجلست في بيتها ولم تطوف. فلما مات عمر رضي الله عنه قالوا إن الذي نهاك قد مات، قال لما كنت لأطيئه حيا وعصيه ميتا. فدل على أنه كل شيء يؤذي الإنسان لا يجوز له أن يدخل به في المسجد، بصل والثوم كذلك، حتى الرائحة الكريهة من الجسم إذا كان بهذه الصورة ويؤذي الناس، فينبغي للإنسان أن يكون والله أعلم يعني يستعد له قبل وقت الصلاة حتى يغير الثوب وغيره. نعم، في بعض الأحيان الإخوان هم جزاهم الله خير يتكسبون بكسب اليد حلال، لكنه يأتي أحد أصحاب الورش وغيرهم ويكون قد تلطخ ثوبه بالزيت ورائحة يأتي، فجزاهم الله خير. حتى رأينا بعض على الخير يوزعون عليهم جلابيات ويقولون إذا جئتم فغيروا بالسرعة وتعالوا بهذا ويأتون، وبعضهم يغير بنفسه وبعضهم يأتي بسجادة خاصة لنفسه، هذه كلها مطلوبة إن شاء الله. أي شيء يؤذي لا يجوز الحضور به في المسجد. هل المؤتمر إذا توفي في العمرة يدفن بلباس الإحرام أم هو خاص بالحج؟ لا، العمرة والحج حكمهما واحد، ما دام هو مؤتمر ولم يكمل فلا يغطى رأسه فإنه يبعث يوم القيامة محرما يلبي. نشهد الله نحبكم في الله، أحبكم الله، الله المستعان، ونتمنى أن تسجل هذه الدروس وتنشر على موقع فضيلته لأننا استفدنا كثير. قالوا الليث أفقه من مالك، نعم اللفظ الذي ذكروا هذا الأخ يفيد فائدة جزاه الله خير. قال عمرو بن علي الفلاس قال ما كان الليث بأقل من مالك ولكن أصحابه لم يقوموا به، لم يوفق بأصحاب حتى ينشروا علمه. هذا قال عمرو بن علي الفلاس. توفيت امرأة وتركت أموال كانت عند بنتها الكبرى دون علم زوجها، كيف دون علم زوجها؟ كانت عند بنتها الكبرى فجأة ماتت هنا بدون علم زوجها أم بالاستمرار كانت تكون هناك؟ ووالدها مع العلم أن الزوج له زوجة ثانية، كيف التصرف في هذه الأموال ومن هو أحق بها؟ الإرث معروف، الأم إذا كانت تركت زوج فالزوج إذا كان لها أولاد فالربع، وإذا كان هناك أب وكذا معروف هذا، فالتصرف ليس إن الله قد كفى مؤونة قسمة الإرث، ليست الأخت أحق ولا الزوج، الزوج والأولاد والأب كلهم يستحقون على قدر ما قسم الله تبارك وتعالى لهم. ما الواجب على الشاب المسلم إذا رأى أشخاص يسبون الدين مع العلم إذا نصحتهم ربما الأمر يصل إلى الضرب؟ هو النصح ينبغي أن يكون بطريقة يعني لا يأتي بالشر، فإذا كانت النصيحة تأتي بشر أكثر فالنصيحة ليست هذه نصيحة، طلب الخير إذا كان يأتي بشر أكثر فترك الأمر بالمعروف قد يكون هو الواجب في هذه الحالة. أما إذا كان نصحتموه ولم ينتصح ثم مرة ثانية الحجر لا تهجروه، كونوا معه لعل الله تعالى. أما إذا كان دولة قائمة، وهذا لا يكون مثل هذا الشخص إلا إذا كانت دولة غير مسلم، دولة غير مسلمة، ربما دولة المسلمين ساكنين فيها، لكن دولة، أمس يحكي لي واحد ويبكي
يقول في دولتنا وزيرة تقول تف عليكم، كيف ترضون أن تجعلوا رأسكم على الأرض، هذه إهانة لكم، يعني السجدة إهانة لها. وواحد منهم يقول من بعض الوزراء أو هي نفسها تقول لماذا تذهبون إلى الحج وتضيعون الفلوس وكذا، مثل هذا ماذا يقال؟ هؤلاء لا شك أنهم كفر بواح، لكنه لا يجوز للشباب أن يثوروا ويفعلوا إلا إذا كان هناك قوة، ولا يتقدموا قد خطوة واحدة إلا يتركوا الأمر للعلماء الذين ولو ردوه إلى الله والرسول والأمر منهم لا علمه الذين يستنبطونهم، ولا يستعجلوا في هذا الأمر. لا شك أنه يفور الشاب يقول كيف تقول هذه، ربما يترصد لها، ربما كذا، هذا ضرره يكون أكثر. وقد رؤي في البلاد كلها هذا، هذه الربيع الذي سموه ربيع البلاد العربية صارت هي كلها خريف، والله المستعان. ما حكم بناء حمامات أمام المسجد مع العلم لا يوجد مكان أمام المسجد؟ كيف يعني الحمامات إذا كان لابد أن يكون بشرط لا يرمي بالرائحة وغيرها، سواء كان أمام أو سواء كان والله بعيدا عنه شيئا ما يمين شمال، لكنه لا يكون هناك روائح، فلا بد أن يتحرى هذا المعنى هناك أيضا، وإلا في مكان ولو كان بعيدا يكون أفضل. نعم. شخص المعتمر طاف سبعة أشواط وبعدها ذهب للفندق، نعم، ثم أتم باقي العمرة، سبعة أشواط باقي العمرة في اليوم الثاني، يعني بقي عليه سعي ساعة ثم حلق رأسه وهو لابس إحرامه، تم إن شاء الله بشرط لا يكون أخل بالإحرام، لم يكن غير، لابد أن يكون لابسا إحرامه ونام في هذه الحالة، فأمرته صحيحة إن شاء الله ليس فيها شيء. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.